الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى سنن النسائي، باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. روى المصنف رحمه الله تعالى تندي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه. هذه الرواية رواه أحمد في مسنده من طريق أبي أحمد، وابن خزيمة أيضا من طريق عبد الجبار بن العلاء، كلاهما عن سفيان به. وأيضا في رواية البخاري قال: ثم يغتسل فيه. يعني هذه الرواية قال نهى لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه، في رواية ثم يغتسل فيه، يعني في رواية أخرى جاءت ثم يغتسل فيه، وهذا معناه أنه لا ينغمس فيه. ثم يغتسل منه يعني يتناوله. يعني هنا عندنا الآن أمران: الماء الدائم إذا بال فيه لا يتناوله، لكن لو كان جنبا له أن يتناوله لأنه لم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، وفي الرواية يغتسل فيه. الذي لا يجري الدائم هنا فسره بالذي لا يجري، وفي رواية قال ثم يغتسل فيه، يبقى لا ينغمس ولا يتناول منه، لا ينغمس ولا يتناول منه. وذلك لأنه يعني يستغزر، وصار لما بال في هذا الماء استخبثه على نفسه بل وعلى الناس. ولكن الخلاف بين العلماء واقع في مسألة النهي، هل النهي هنا للتحريم أم أنه للكراهة؟ القول الأول قول جماهير، قالوا بأن النهي هنا للكراهة، قالوا النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لأن هذه من باب الأداب، وهذا عجيب جدا صراحة في هذا القول الضعيف جدا. القول الثاني قالوا إن كان الماء قليلا نعم فيكون للتحريم، وإن كان الماء كثيرا يكون للكراهة. لما؟ لأنهم قالوا لو كان قليلا لنجسته، البول ينجسه، لا سيما عند الحنابلة والشافعية الذين قالوا بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره تنجسه، وإن كان كثيرا، والكثير هنا وهو فوق القلتين يحمل على الكراهة للاستغذار، يحمل على الكراهة للاستغذار. القول الثالث في ذلك أن نهي للتحريم، وصراحة هذا القول هو الأظهر والأعلم وهو الأقرب إلى السنة وهو الذي مع الظاهر من العلم. القول الثالث هو أن النهي هذا النهي للتحريم، نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فوصف وصفا دقيقا دائم، ما قال قليل ولا قال كثير، لكن قال دائم. وفي الرواية الأخرى الدائم الذي لا يجري، فهو ماء راكد دائم لا يجري، فإن البول يكون فيه تنجيسا، وإن لم يكن تنجيسا فاستغذارا، ففي الحالتين يحرم على الإنسان أن يفعل ذلك لأنه سيضر الآخرين. أما المستبحر جدا فهذا يكون فيه للكراهة، كما البحر وغيره، فهو للكراهة لأنه نعلم أنه لا يتنجس بهذا الفعل، لأنه يستهلك في الماء الكثير، يستهلك في الماء الكثير. فيكون هنا الراجح في قول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أن النهي هنا للتحريم، ومن فعل ذلك فقد أثم، لا سيما الذي يعضد ذلك أنه سيضر بالآخرين، سيضر بالآخرين استقذارا يا أخي، ليس تنجيسا للماء لكن استقذارا. نعم، وفي الحديث فوائد عظيمة جدا، بأنه حسم المادة وسد الزريعة حتى لا يقع الضرر على الآخرين. طبعا من الأمر العجب العجاب أن الظاهرية قالوا لو بال في إناء وصبه على الماء لا شيء فيه، لأن المحرم أن يبول في الماء الراكد. شوف انظر إلى الظاهرية كيف قسم الظاهر العلم في مثل هذه المسائل. فالنتيجة واحدة، طبعا فرقوا أيضا بين البول وبين غيره، كلام صراحة ضعيف جدا شاذ من الظاهرية في هذا الباب، لا يؤخذ به بحال من الأحوال. وفي القول هنا لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه، هنا في دلالة على حرمة الجمع بين البول والاغتسال، حيث لو بال فقط من دون أن يغتسل فالنهي في ذلك، أو اغتسل فقط دون أن يبول، قلنا هذا خطأ بين، الصحيح أنه لو بال فقط دون أن يحتاج للاغتسال فالنهي عليه منصب وهو محرم، لأنه إما يضر بنفسه أو يضر بالآخرين بتنجيس الماء. فيبقى هنا لا يقال بأن النهي أن يكون مجموعا لأنه يبول ثم يغتسل، لا لا، هي المسألة ليست على الفرد، المسألة على الجماعة.
فانه لو بال وان لم يغتسل فانه عكر الماء على غيره، والاصل لا ضرر ولا ضرار، والاصل لا ضرر ولا ضرار. فالحديث فيه النهي عن الجمع، لكن احاديث اخرى تثبت الافراد، وانه كما قلنا في القاعده لا ضرر ولا ضرار، لانه لو بال في الماء ولم يغتسل هو منه سيقذره بل سينجسه على الاخرين. وهنا الوصف لا يبولن احدكم في الماء الراكد الدائم الثابت، لو كان الماء يمشي يجري يعني كنهر وغيره دل ذلك على انه يجوز ولا يقع النهي فيه، يجوز ولا يقع النهي فيه. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف النهي وصفه بالماء الراكد، قال لا يبولن احدكم في الماء الراكد، يبقى اذا الماء الجاري لا يخص حكم الماء الراكد، ولان الماء الجاري الجارية تاتي خلف الجارية فتطهر المحل الذي كان نجسا. في قولي ايضا لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم اغتسل منه، هذا ايضا فيه دلالة واضحة جدا على ان الطهارة في رفع الحدث او ازالة النجاسة لا تكون الا بالماء الطهور او الماء الذي هو طاهر في نفسه مطهر غير، لانه لو لاقى نجاسة لا يمكن استعماله. الفوائد المستنبطة: الاصل في نهي التحريم ما لا يدل دليل على الكراهة. القراءة المحتفة فاصلة بين الجمع وبين الفصل. الاصل في الاحكام التعميم لا التخصيص، الأصل في الأحكام التعميم لا التخصيص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله و...